استرجار دافنشي؟ أو خلنا نسأل السؤال بطريقة أخرى، ما هي النسبة الذهبية أو كيف يتم حساب الجمال؟ هذه رسمة دافنشي اللي هي الموناليزا، وحيرت كثير من الناس، ما هو السر في هذه اللوحة؟ من خلال دراسة كثير من العينات وكثير من الأشياء الجميلة وجدوا أنها تنطبق فيها نسبة معينة، سموا هذه النسبة النسبة الذهبية، وهي تساوي 1.618، وهذه النسبة نسبة ثابتة لمعيار الجمال في كل الأشياء، في النبات، في الإنسان، حتى في التصاميم الهندسية. هذه معادلة الجمال أو معادلة النسبة الذهبية، سهلة جدا. يقول لك أي شيء اقسمه إلى قسمين A و B، اقسم A على B يعطيك 1.6، أو ممكن لها طريقة أخرى أن A و B تجمعها مع بعض وتقسمها على A يعطيك نفس الرقم 1.618. فإذا عملنا هذه الطريقة، كلما اقترب من هذا الرقم كلما ازداد الجمال، يعني الإنسان إذا كان متطابق مع هذا الرقم هو في قمة الجمال. في عالم اسمه ستيفن مارك أوت، طبيب وجراح، يقول بعد 25 سنة من الدراسة وجدت أن الجمال جمال الإنسان في النسبة الذهبية بالنسبة لجسم الإنسان تحسب بهذه الطريقة. شوف الآن كيف يحسبونها في جسم الإنسان. أما بالنسبة للوجه فبهذه الطريقة كذا يتم الحسابات، يعني تحسب الـ A من هنا إلى هنا والـ B من هنا إلى هنا ثم تقسم على بعض، فإذا طلعت مطابقة النسبة الذهبية فهذا في قمة الجمال. أما بالنسبة لباقي الوجه فهي بالطريقة هذه. طبعا دافنشي عرف هذا السر، عرف النسبة الذهبية وكان يستخدمها دائما في رسوماته، هذا هو الفرجار اللي كان يستخدمه على طول يطلع له النسبة مباشرة. شوف هو رسم الموناليزا بهذه الطريقة، بطريقة النسبة الذهبية، يطبقها في العيون والفم والرأس حتى طلع بأجمل صورة. طبعا كل ما جيت تحسب أشياء قد تكون قريبة من النسبة الذهبية، كل ما كانت أقرب كل ما كانت أجمل، وإذا كانت متطابقة هذا طبعا في القمة. ومن الأشياء العجيبة أن الابتسامة تكون مريحة للإنسان لأنها متطابقة مع النسبة الذهبية، أما إذا عبس فتكون بعيدة عن النسبة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذه النسبة الذهبية موجودة في جميع الخلق. طيب السؤال على المستوى الكرة الأرضية أين تنطبق هذه النسبة؟ خلنا نشوف. تخيل هي تنطبق في مكة المكرمة. كيف يحسبونها؟ شوف هذه النقطة المشعة هي مكة المكرمة، يحسبونها من القطب الشمالي وخط إلى القطب الجنوبي، بعدين خط ثاني للقطب الجنوبي، ويقسمون الخط اللي من مكة الشمالي على الجنوبي يطلع لك هذا الرقم، نفس رقم النسبة الذهبية. أيضا شوف طبق النسبة الذهبية على اليابسة برضو طلع لك النسبة الذهبية، يعني أجمل مكان أو عفوا مركز الأرض هو مكة. وجدوا النسبة الذهبية في هذه الآية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وضعوا بكة هي النهاية، فحسبوا عدد الأحرف من البداية للنهاية. طبعا الحروف المشددة يحسبون حرفين، وعلى الحروف هذه وقسموها طلع لك النسبة الذهبية 29 على 18. أكثر شركة تستخدم النسبة الذهبية هي شركة أبل، تجدها دائما في منتجاتها، وأعلى راتب عندهم قرات زمان هو المصمم لهذه المنتجات. شوف فعلا بحثت وجدت هو فعلا المصمم هو أكثر واحد يأخذ راتب في شركة أبل حتى يطلع النسبة الذهبية. كيف تقيس جمالك؟ احسب من على الرأس للذقن والوجه واقسمه على بعض، إذا كنت بعيد عن النسبة الذهبية فلا تعلم أحد. النسبة الذهبية موجودة دائما، وهي مقياس ومعيار للجمال لأن النظر يرتاح لها، تجدها تقريبا في كل شيء جميل. والسلام عليكم.